الشعب اليوم المغربي خرج وخرجت انا بدوري باش نقولوا على ان قتل ديال الشهيد محسن هو جريمه اخرى كتنضاف الجرائم ديال هذا النظام اللي كيحاول دائما انه يزين الصوره وعلى انه يحاول دائما يبين ان الصوره ديال المغرب راه مزيان والشعب المغربي يعيش الويلات ومضطهد في الريف وفي المغرب في مختلف مناطق المغرب في الريف في الصحراء في الوسط في الجنوب في جميع المناطق الشعب المغربي كيعاني الشعب كيعاني من غير الويلات كيعاني اكثر من الويلات معطل مغربي او لا شاب مغربي خرج من اجل القوت ديالو طحنوه في بركاسه ديال الزبل في الكوب 22 في الذكرى ديال الكوب 22 ويجي يقولوا لنا اليوم خلوا المجرى ديال التحقيق ياخذ مجراه بين قوسين فين وصل التحقيق في جريمه طنطان فجاعه طنطان في المفاتيحة في وسط التحقيق في مختلف الجرائم اللي ارتكبها هذا النظام من السبعينات حتى اليوم. اليوم جينا باش نقولوا على ان الانتخابات هي مسرحيه، جينا باش نقولوا على ان الحق ديال الشعب المغربي الا ما خديناش بالغوات وبالنضال ممكنش يتخاذ نهائيا، وحقنا حقنا غادي ناخذوه كاملين القصاص من الدم ديال الشهيد محسن غادي ياخذوه المغاربه برجالهم وبنساهم، والقصاص المفاتيحه غادي ناخذوه كذلك. كنقول على ان الشباب المغربي محسن على ان الشباب المغربي اليوم قادر على انه يعبر الصوت ديالو بكافه الاطياف ديالو باش عبر الصوت ديالو ويقول على ان عاش الشعب عاش المغاربه ماشي عوباش.